جسدوا في شعاراتهم ما يتمنون حصوله ولا قدرة لهم على فعله، فهم يريدون محاكمة المتسببين بجريمة مرفأ بيروت ومنفذيها، ولا يريدون الموت مرتين. بهذا بدأ تحركهم في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ من أمام قصر العدل الذي يغيب دوره. ما بقى في شيء بينقال، في فعل هلا بده يصير، في عنا رسائل وعنا اكشنز بدنا نعملها كثير واضحه. من هون اول شيء من قصر العدل بيصير اللي اعطيتها ميت وزيان، وهلا تكمله على السفاره الفرنسويه اللي معرقين التحقيق الدولي اللي عم نطلبه، عم نحكي عن لا عداله وغير هيك ما في كلام. الى السفاره الفرنسيه، فقد باتوا مقتنعين بحتميه تشكيل لجنه تقصي حقائق دوليه. حملوا حزنهم وغضبهم، فهذا الرابع من آب بالنسبة إليهم ليس ذكرى، هو محطة لتسليط الضوء على التغييب الممنهج للعدالة في لبنان بتواطؤ داخلي وخارجي. طالبوا السفارة الفرنسية بضوء أخضر من فرنسا، لأن دولا كثيرة ترفض التحقيق الدولي من دون دعمها نظرا لعلاقتها بلبنان. أكدوا وجوب المساعدة على تغيير ما يسود لبنان من إفلات من العقاب، لذلك توجهوا إلى حديقة سمير قصير ليستذكروا كل الذين سقطوا نتيجة ذلك. إنها معركة مشتركة لتحقيق العدالة وهي صعبة جدا. من المهم توحيد الجهود بين عائلات الشخصيات الذين تم اغتيالهم وعائلات ضحايا وتفجير المرفأ. ليس من مستقبل لبنان من دون العدالة. تمثلت المفارقة الأكبر بتزامن التظاهرة مع انهيار المزيد من صوامع الأهراءات التي باتت صورة حية لانهيار بلد كامل. أما تتويج التحرك فكان باللون الأحمر تعبيراً عن استمرار النزيف. عم نلبس مثل ما كنا هون نهار الانفجار، لانه نحن بيوتنا قريبه هون، ونهار الانفجار هيدي ماشي كان اسمه ابيض، هيدا نهار الانفجار كان الزفت لونه احمر نهار الانفجار، هيدا هو. وكان ونحن بدنا الحقيقه، ما بدنا اكثر من هيك، هيدي السنتين وبعدنا على الاحمر، ايه وما في حقيقه. بعد سنتين على جريمه العصر، رفع للصوت في مسيرات الرابع من اب لتحقيق دولي يحيي عدالة قتلها نظام الإفلات من العقاب متسبباً بانهيار لبنان. كلودي أبي حنا، قناة الغد، بيروت.